ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك شو تغيروا ناسك، بتضل وفيك من ضل عشق وغرام. الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر من موت وما منحي. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. تواخذونا ويرضى عليكم، بتعرفوا البلد وظروفها واحوالها وقياده واجتماعات الواحد ما بيقدر يظبط وقته. تفضل تفضل. شرفوا شرفوا. اهلين وسهلا. الاخ رفيق بابا. والله رفيق. اسمه رفيق ومطلي. الحمد لله على كل شيء. مطلي؟ انا ممكن اعرف ليه؟ من اخر وابي مرته انشقيت. شقيت؟ اخوها ضابط من شق. قام سافر برات البلد وخرطش العيلة بمعيته، قام سنحها وطلقها. هذا اللي صار ونحن مالنا بهالسيرة. إذا مالنا بهالسيرة. مالنا بهالسيرة بنور، مفهوم سيدي مفهوم. مفهوم، والله يجير البلد، إي والله. الواحد مو عارف راسه من جليبة لي إياه. إي والله. بس ما في شيء بالأخير ما له حل إياه. ما في شيء ما له حل. لوين بدها تصل يعني؟ البلد يعني، لوين بدها تصل؟ بالأخير إلا ما تنحل. إي والله. أنا زمان شوي. قوم معي رفيق. موت يا أخي موت. أعتصر بتاع شوي. شايف. هذا لسانه ما يفوت على حاله. حسبي. أمي بخير. روح عمل لهم قهوة وأنا حالي لهم تصريفي. يلا. والطلبة؟ لك أنا طلبة هي. روح على علاك. لك شو مفوتنا أنت بمية قصة؟ عم زلمة مجوز ومطلي ومنشق. يخرب بيتها لك وين حتروح احنا انت؟ يخرب بيت قلبك من حق. روح روح روح. والله عم تحكي مظبوط. انا الحمار. حمار؟
والله لعيد لك يا بالعلامات الفارقة بهويتك بالنفوس والله. أمين؟ غصبي لا حول ولا قوة. خلاص 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 راحت قصة خلاص نهيتها خلاص خلاص. كان بدلي مكانك بمكاني وتحملي غلاصته إذا بتقدري. عن إذنك راح أجرب غلاصته. سنور مرحبا. أهلين. ممكن نرقص؟ طبعا. يخرب بيتك ما أوعب. أنا ليش بقى؟ ايه ما زبطت معك رفيقتي حولت لعندي. لا انت فيك البرق بس كانه رفيقتك غليظه ومعقده شوي. حرام عليك بس هي مرافقه. ما قلت لي شو اسمك؟ طارق الشعيري. الشعيري تبع الالماس والذهب؟ تمام الشعيري تبع الالماس والذهب. الله يقدم اللي فيه الخير عمي. اي والله والله يهدي النفوس مصالحات شغاله وان شاء الله ما بيصير لك الخير. ما تستمع القهوه. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. شرفتونا. شرف وشرف رفيق بيك. شرف شرف سيدي. شرف شرف رفيق. عجبك ما هيك؟ من أكبر تجار قطع السيارات محلين مصاق الجن. لك الله لا يعيش على خير. إيه لك شو الفوت جنان اللي فوتناها أنت؟ ما فيك عقل؟ لك أنو فوت جنان؟ عرض وطلب. لك عرض وطلب شو؟ شو أنت قاعد بالسوق؟ شوفوا له حنين إيما من بالك ولا بقى تتدخل فيها بنوب بنوب بنوب. إيه شو هي بنت الجيران؟ اختي. اختك وما بصير تتدخل فيها. شو رايك؟ لانه اختي من امي ما هيك؟ خلاص سد حلقك. اوعى تجيب السيارة على لسانك مرة ثانية. ايه؟ عيب. امرك مثل ما بدك بس من اليوم ورايح بس ان شفتني شو منجرة طنجرة لا تقول ليش.
أشهد أن لا إله إلا الله. أمه لا راحت ولا أجت أبدا. مزقته مزق، عطسته عطس، والله عطسته عطس. الله يرحمك يا معتصم، شو كنتي ملتزمة. إيه والله معلش أبي حمايك، حماي. بس كمان الحق عليكي. أنا ليه؟ إيه الحق عليكي أبي يطلع في هيك. لك مازن قد يصلوا لك أبي، حيصلوا قريب السنة وانتي قاعدة هيك يصير الحكي. وجسة ما في، إيه شو نعمل إذا جسة ما في؟ لك جسة ما في مثله مثل غيره. لك ياما في ناس ولادها راحت لك أبي، وجندي مجهول لا هلا لا جسة ولا شيء، وأهليهم مصدقين وعايشين ومآمنين، لا ومجوزين ومخلفين، وانتي قعدتي لي هيك مثل الوقف. بصير الحكي لك أبي، لك فكر فيها مشان الله، فكر فيها، هات لي بوس إيدك فكر فيها. يا طارق شكلك مانك قليل بنوب. على اساس انت الهينه يعني؟ إيه انت كل شيء فيكي من ساسك لراسك نوب، وراسك شيء ثاني. والله حتى بالغزل مانك مقصر، شكلك بتعبي الراس كمان. سيجاره؟ طيب اذا هيك فيني اعرف شو عندك هلا بعد السهره؟ ما عندي شيء. حلو، أنا في عندي مكان ظريف وقريب من هون، شو رأيك نروح نكمل سهرتنا هنيك؟ إيه ليش لا؟ بس أنا حبيبي ما بطلع هيك. كيف يعني هيك؟ حلو، صح. عم قول أنا هالهضامي مو لأله. وبالدولار كمان. كمان؟ حتى انتو حولتوا على العملة الصعبة؟ حبيبي كل شي حقه فيه. قوم نرقص. يعني ما تأمنوا المصاري معكم؟ والله يا حبوب أهلك ما أمنوا المصاري، شكل طريقك لعند هموم فروش بالورد. اسمعوا لك، معك لبكرة المساء، إذا ما تأمنوا المصاري بتروح بتدور عليه بشي مزبلة، ولا تنسى تجيب معك كيس مشان تلمه. أهلك طلعوا لي خلاقي، ها طلعوا لي خلاقي، وانا بس تطلع خلاقي بتقول بتقولش ما بتفهمش. انا ما بتقولش لك لك شو صار معك يا آلاء؟ لك وين خرطشتي ورحتي؟ حاجة تنق تقبرني، حاجة تنق. هلا شوف قلوقة حبيبة قلبك شو رح تعمل لك. والله رح تتشكرني، رح يفض بدنك رفض ويطلع كل الدم الفاسد. قليل الحلال يا آلاء، ومالي حاسس بشقفة بدني، والله حاسس كل قرني بمطرح، كسر تكسير. ارخي بدنك تقبرني. آخ آخ آخ. آخ آخ. لك حاج، لك شبك يا آلاء؟ شو صار لك وعم توجعيني؟ لا تصرعني معتصم. شو أول مرة بعمل لك حجامة؟ إلي 10 سنين بهالمصلحة. آخ يا بدني آخ. أي لك آلاء شبكي بالله، خفي إيدك شوي، حرق حريشك. آخ يا أمي آخ. حبيبي بدي أسألك سؤال، بس ما بدي أتعصب مثل العادة. سالي سالي. شو مشان موضوعنا؟ هلا رجعنا لنفس الكوانه؟
حقي يا معتصم، لإمتى بدنا نضل بالحرام؟ لك ما بيجوز بشرع الله. لا تقريني هلا آلاء، شو بدي أقول له لأبي؟ بدي أقول له بدي أتجوز وحدة أرملة وعندها ولد؟ عم تستحي فيني قدام أهلك يا معتصم؟ شو أنا معيوبة ولا الناس عم تحكي بشرفي؟ أحياناً بحسك ما بتعرفني ولا بتحبني، ولا كأنه منحب بعض من وقت ما كنا صغار. لك رؤية بنت الناس، لك والله أنا بحب شميت نفسك، لك والله بعشق الأرض اللي بتمشي عليها. لك بس روي شوي، خلي القصة تاكل وقتها مشان تتخرطش مزبوط. وين رايحة؟ لك هدول صفيو لزعرين ضهري، شو بدي ساوي فيو؟ وكيف بدك تروحي مع واحد ما بتعرفي قرقد ابوه من وين؟ بس فهميني، انت مالك عايشه بهذا البلد؟ مالك سمعاني شو عم يصير؟ بركي خطفك. خوفتيني ها؟ يا الله ما خايف شو عشان انت ما دخلت. المهم اذا حكيت امي بتقلي لاني تعبانه كثير ونايمه كبار، ولك تعي لهون ولك معك هويه، ما بتعرفي الحواجز كيف عم تدقق بالليل؟ حبيبتي انا مع ابني الشعيري، هدول خط عسكري شاف. ترجع بتقلي الشعيري؟ شو مفيقك لهلا ونايم هون؟ ما تقوم تنام بالخيمة؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ما في لا قرني ولا اغطي ولا فرشة تكفينا. ابو حمام، انت بحياتك رايح على السينما؟ ليش عم تسألني السؤال هلا؟ حضران فيلم اسمه راقص الديسكو. فيلم مصري؟ شو مصري؟ لا تخيدوش عليك ابو محمد، شو مصري؟ فيلم هندي ببكي الدباب، حضرته بسينما الاهرام. واحد اسمه جيمي بيحب وحدة وطول الفيلم هو وياه على حب وغرامه وعشقه، وهاتني وهاتني جيتك وجتني خدك واخدتك وجيتك. قام بالاخير ابوه ما بيطلع رضيان عليه، عرفت شو؟ لانه هو فقير ومنتوف، بيكسر له رجليه وبيخليه يغني. المهم عنده حفله، بيجي استاذه بينخرط هيك من قدام المسرح، بيقول لحاله لك بدي غني، ليش ما بدي غني؟ مزبوط ولا لا ابو محمد؟ بيقوم بزت له استاذه الجيتار، قام هو بيكسر جيتاره. شوف شو بيساوي ابو محمد، بيطلع هيك نظره باستاذه، نظرة هيك بتشجع له باطنيته انه ليش انا ما غني، وبيعمل هيك وبينط وراح كسر الجيتار، بيمسك جيتار استاذه وبيغني. اسمع ابو محمد. يا دار ميني يا كوروكي ناكالوكي دنيا هي دل بالوكي دوروكي ناكالوكي دنيا هي دل بالوكي اسيه مالي اسيه كالي دنيا هي دل بالوكي او كاروكي ناكالوكي دنيا هي دل بالوكي نتسونا نتجانسي علينا علي. وهيك ولك جحش بيحترق النفس، هيك بيحمى النفس معلم. الله يحرق نفسك، خلص بعد بدي اتسمى بدشره دشره. يبعث لي حمى ولك ان شاء الله بتضيع اشلاءه تحت الانقاض اللي بينزع لك مراقه.
لا تهم حالك تقول هلا نهولة بتشكلت لك أحلى نفس لأحلى ذيكو. قبروني يا الأصابيع إن شاء الله بتقبر قلبي. إلهي بتكفني وبتغني على قبري يا مسافر وحدك، وبتدعبلني من فوق قاسي وندعبل. إن شاء الله بتمسك شعري بتلفه على إيدك وبتلولحني بتلولحني بتلولحني وبتشلفني لبعيد لحتى أختفي. خلص شو بك بحكي مثل الكديشة؟ حبينا ندللك تعيش بتدلل تقبرني. المهم هلا شو صار في هذا الصايغ؟ صار لك 3 أسابيع عم بتخفي لعنده. دينا نهلة والله والأجرة على الله. خالص معلم ناطر إشارة من ضفري. يعني استوى؟ صار مين؟ معناها لازم ننهي القصة يا شباب. هاي الهبرة جسمي فيها بالميتة 40-50 مليون. معلم والشاب اللي معلق جوا شو بنساوي فيه؟ تذكرتني، هذا لازم نخلص منه داخلي منه ومن أهله. بدي أفهم، ما معه المصاري يفتدوا ابنه، ليش عم ينضربوا على قلبهم ويخلفوا؟ من آخره بلع لك تأمنوا المصاري؟ هي معناها ترحموا عليه. لسه مني الله يخليك يحلوا عني يا شو النمرة هاي. فز لشوف، فز بسرعة لعنده هموم وما بتسلم إياه لحتى تتكل لك 400,000 ليرة. عم تفهم؟ أكل معلم. يلا انتتف صبي لنا شاي. حبيبي ليش ساكت؟ ليش تأخرتي اليوم على الدوام؟ هجرس قلت لك اني كنت تعبانه وما نمت طول الليل مشان هيك تاخرت بالفاقه. انت ليش عم تكذبي؟ انا ما عم كذب لانه هاد يلي صار. ليه؟ انا معي فيكي دكتوراه، حافظك اكثر محافظ حالي. لما بتكذبي بعرف انك عم تكذبي. طيب رح اقول لك، بس امبارح رحت انا ومايا وسهرنا وتاخرنا شوي مشان هيك ما قدرت فيه الصبح. بس يا مدام حنين والله انا مقدر حالتي، بس صدقيني ما في شيء جديد بخصوص الشهيد مازن. كل اللي كانوا معه بالاشتباك استشهدوا والقصه لها اكثر من سنه. هالملف نحن سكرناه نهائيا. اذا مازن استشهد جثته وينها؟ انا بدي ادفن جوزي بايدي. يا مدام عن اي جثه عم تحكي بعد كل هالمده؟ مازن مات وشبع موت، هلا ما بيجوز عليه غير الرحمه. صدقيني انا عم بحكي هيك مشانك، كل فترة بتجي وبتبكي وبتنقهري. سلمي أمرك لله يا مدام وافتخري بجوزك اللي استشهد في ده البلد. طيب أنا يومين وبرجع بشوف إذا في شي جديد. بالإسم الله معي. عمو ليه عم تبكي؟ صاروا 3، عندي 4 أولاد، استشهد 2 وهذا الثالث. ما كان في تغطية بالقطعة تبعه، لما رجعت التغطية اتصلت قالوا لي رفقاته استشهد. اجيت لهون فعلا اسمه جاي الشهيد. أنا والله ما عندي مشكلة، تعودت الموت ما عاد يأثر فيني، بس كيف بدي بلغ مرته وولاده؟ شو بدي أقول له؟
ليش لحتى احمل انا الهم؟ ليش ما بيبعتوا حدا يبلغ انه استشهد؟ ثلاث اولاد ما بقدر الواحد فيهم الا بعد كم يوم. ليش هيك؟ ليش الموت له حرمه وهيبه بكل الدنيا الا هون؟ ليش؟ مين خادمه الخدمة ما قصير؟ مين خادم البلد الخدمة؟ حد بده يعمل اللي بيقدر عليه مشان العيلة ويلاقي له شي شغلة لحتى نقدر نعيش. بنتي زينة الله يرضى عليكي بتروحي على فرن الدولة بتشتري ربطة الخبز ب 25 ورقة وتبصي فيها برا بالشهر العام وتبيعها ب 50 ورقة. ماشي أبي؟ وأنت أبي بتروح بتوقف على شي إشارة مرور بتشتري لك كم قداحها وبتبيعه وبتمسح بلور السيارات. فهمتوا علي يا ابي؟ فهمنا ابي. زينة ابي فهمتي انت؟ الله يرضى عليكم، تعي يا ابي تعي. خذي. هي بتجيبي فيه اربع رباط، يلا روح يا ابي روح. خذ ابي. انت كمان بجيب لك قداحتين ثلاثة. وانا يا ابو محمد شو بدي اعمل؟ انت ديري بالك على الصغير. بركي بتطلع حظاته احسن من اخواته. يا حسرت عليهم ما شافوا من الدنيا غير القصف والقتل. الله لا يوفق اللي كان السبب. الله لا يوفق. بس هالصغير اكثر واحد فيه يجيب لنا مصاري. لك رجعتي لهالسيره؟ لك رجعتي لهالسيره؟ بدك تشحدي على ابني؟ لك صحيح احنا مسلولين بس ما بنشحد على اولادنا. بس انا قصدي يعني لك خلصي وسدي موزك. خلصي وسدي موزك عشان ما اتفشل فيكي. الله يبسلك بقصه كل ما جبتي هالسيره. طارق تمشى عسى ما ضل قاعد بخلت هيك. شو هالبلاوي هي اللي قابلاني فيها؟ جابك؟ جايب لك الأمانة يا حرام. شاب بريء بعمر الورود. حلو، وأخيراً حن علينا سبع البرمبو. وينه؟ نوال بالأول
400 ألف ورقة ما بينقصوا ورقة واحدة. قبيض وقبيض. روح جيبه لبين ما جيب لك ياه. ماشي. ايه حبيبنا؟ شو صار معك؟ قل له بالسليم، عم سلم واستلم. حلو الكلام. طيب وانت راجع اجيب لك كم خط موبايل معك. ماشي، على راسي. شرفي هاني هاني أمريك يا بابا. يخرب بيت بشوال جايبينه ليكون مودع. لا وحياتك ليش مسترجين تعدى على اختصاصك ليك وعايش. سلمني على زي سيدي. يلا احيط مشي. مشان الله لا تؤاخذني. أهلين دكتور. المريض جاهز ناطرته. هاي المعلومات اللي قدرنا نحصل عليها عن المهندسة جوال ناصر. هي من عائلة غنية، أهلها تركوا البلد وهي بقيت. أما بالنسبة للشغل، السنة الماضية استلمت القسم بالإسكان ومسموعياتها شغيلة ونشيطة كتير. حلو، أنا بحب هذا النوع كتير. تفضل على شغلك. ألو ألو، مرحبا كمال بيك. الله يستر عرضك. الحقنا المعمل احترق ونص البضاعة تفحمت. لك أبو صلاح؟ أنت شو عم تحكي؟ صار ماس كهربائي والنار أكلت نص البضاعة. الحقنا ببوس إيدك يا كمال بيك. يلا شايف أمرك. منيحة؟ شوف يا أحلى من هيك نوقة. يلا دعك يلا دعك. جوان ناصر. ايه هذا انت؟ بس هالمرة مو نسيان هويتك، كنت نسيها بلكي هيك من وقفك شوي. صحيح بتعرفي شو معنى اسمك؟ اي طبعا. شو؟ حق في الحب او اعلى مراتب الحب يعني هيك. صح، وكمان بيجي شدة الحب. على فكرة اسمك بالبالك بيشبهك. نحن عم نحكي عن اسمي والناس ضايجة ورا. معك حق، تفضلي. شكرا، الله يحميك يا رب. أهلا وسهلا.
اوه يا البني ادم بني ما بيسوى الوتك. وانا هيك رايي، يعني انت بسوق الغلا ما بتجيب قشرة بصلة، بسوق الغلا بس بشرط تكون صاغ سليم. اما اذا كنت مثل ما قال سعيد صالح كل حاجة سليمة بس لوحديها. الله الله بتسوى طبشة وزيادة. بشر عن جد موت لك دابة على الأرض، إن عايش ولا ميت قللته. وفوق كل هالشي الناس رح تدعي لي وتدعي لك، وهنيا لك يا فاعل الخير. ها إجاك الخير. ما في نكشة. أوكي حالته كويسة؟ منيح، بس من يوم ورايح الحسبة تغيرت. حسابه مثل العادة ما تغير شيء. لا 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 حبيبي. في تسعيرة جديدة. شو يعني؟ مليون قبض بقبض والدفع فوري. شو؟ الله وكيلك مكلفني 400,000، ماني مطالعة إجر ديني. طيب ماشي، شو في شغلك انتي لبينما يجيب العدة من السيارة؟ هيك انت عيني والغالي بيرخص لك. ما قلت لك انه انت محضر خير؟ انت اول بيعة بمليون. اتفقنا ما بدنا زعل مشان الأجر والسواء. جاهد إن شاء الله عجبك الأكل. طيب تسلموا إيديك. كريت وصحة وهنا. وهلأ كمان رح أبعت لأمك معي، لازم تتضيف هي كمان. ما في داعي تعزبي حالك مدام. لا في داعي، نحن أهل وبين الأهل ما في خجل وحسابات. واعتبريني مثل أمي، وأي شيء بتحتاجي قولي لي، أكيد أنا رح أوقف جنبك. امسكي هون هلا، وانتي طالعه بتشتري موبايل مع خط مشان نقدر نحكي مع بعض. لا هيك كثير مدام. هذا مو مشاني، هذا مشان انا اقدر احكي معك ايمت ما بدي. امسكي هون، واول ما بتشغلي الخط بدي قيلي منه مشان يصير رقمك عندي. بس والله ما في داعي. لك يا حبيبتي في داعي نص. امسكي. قلت لك انتي فيكي شبه من بنتي وانا ارتحت لك كثير، وان شاء الله بكره هيك بلاقي لك شغل ظريف مشان تظبطي امورك، بلكي بترجعي لدراستك.
قلتي لي انت كنتي تدرسي اداره اعمال صح؟ اي اداره اعمال. ممتاز، هذا الشيء كمان بيساعدنا موضوع الشغل. والله ماني عارفانه شو بدي اقول لك. ما تقولي شيء يا ماما، بكره ان شاء الله بس تشتغلي وتزبطي امورك بترجعي لي كل شيء ما حبيت مسك. اتفقنا؟ اتفقنا. الو كاي، تمام ماشي الحال، انت كيفك؟ لا صار لي فتره منيحه ما طلعت على بيروت مع اني لازم اطلع. طيب احكي مع سوسو ونرمين بلكي بنطلع بنقضي كم يوم. اوكي ماشي، باي باي. عملك كمال بيك، وليش هيك قالب خليتك؟ سلمتك ما كان قدامه غير ينفذ الأوامر، مثل ما بتعرف انت الروح غالي. انا بعرف انت بتعرف. نحن من زمان حاطين روحنا على كفنا مشان البلد، هلا رخيصة غالي مع التفريق. ايوه وهلا اعتبر حالي انا مخطوف؟ لا اعوذ بالله، شو مخطوف؟ نحن جبناك لندردش شوي بس. وانا مع مين حاليا عم دردش؟ كتيبه من هالكتايب. شو ممكن انا وياك ندردش؟ بطلاله معملك، بطلاله كثير عجبتهم للشباب. لا؟ ايه شكرا، شكرا لكم. انا عم احكي جد يا كمال بيك. ومين قال انه انا عم بمزح؟ معملك كشف لنا مناطق حساسة وبتهمنا كثير، نحن لنا فيك ولنا بشغلك، نحن جايين نقعد فوق الرأي على أساس من عمالك. أيوة، وهدول المسدسات والأسلحة اللي رافعينها بوشي هي اللي بدها تجبرني إنه وافق؟ والله مثل ما لك شايف، نحن فينا نوصل لك، نوصل لشغلك إمتى ما بدنا. الله، وين الكاميرا؟ هذا برنامج الكاميرا الخفية، ما هيك؟ زودتها كمال بيك، لا تخليني ورجيك الوش الثاني. زام محدودك يا ولد. ويمر بضيفها تسكن الأحلام، جميلة وحبها واسمها سام. ويمر بضيفها وتسكن الأحلام، جميلة وحبها واسمها صار اجتمع الوجع والنار، صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسي. ها كم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحيق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحيق. ويمر
ضيفها وتسكن الأحلام، جميلة محبها واسمها شآم، ويمر بي ضيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم.